صندس متاع لطافة. المرة هذه لطافة جابوا ان بارفومور اسمه أليكس لي. العطار هذا مشهور وخادم عطور اخرين في ديار اخرين كيما بن هاليغانز ولا ماسك ميلانو. خادم كعبات في الكوليكسيون بريفي متاع كارولينا هيريرا وعندك زادا تروساردي. العطار هذا باش نحسوه اكزوتيك على الاخر سنسويل، حاطينو اونيسيكس اما انا راه انثوي اكثر. فيه دونسيتي، فيه ثقل نوعا ما، يثبت ويفوح بالقدي كعطر. كي رشيتو من الاول حسيتو كونفي فخويتي، اما اوفيرتور نوعا ما حلوه اللي هي عاطيه على المادالينا، مشيت كومبينا مع شويه زعفران، ماهوش اغريسيف برشا. الفانيلا لهنا ما حسيتهاش واضحه بالقدي بالقدي، اما البوكي فلورال ظاهر، اللي هو متكون اسانسيالمون من تيبيروز اللي هو مسك الروم وفلور دو بيشي، وعندك زاد الورد. هذوما مشيت كومبينيو مع جانب اخر خشبي وسيك كافورين نوعا ما اللي جاي من الباتشولي، وعندك زاد الكوتي متاع الدان. الدان كجلد يستعملوه في الفاسيت موسكي في العطور ويعطي اكثر سنسواليتي للعطر واكثر غيشيس. سي باش نشموها باش نحسوها ملتي فاسيت، عندها اوجه كثيره، فيها اون باليت امبورتونت دو سونتور كيما جانب بوازي فلورال انيمال حتى بودري زاد، باش تحسها سيك وتلكي في الفون. هذا اللي باش تحسوه زاد في العطر هذا، اي سورتو الجانب الكوتي فخيتي اللي باش تحسو موجود كونستامون. بحكم الاكسبيريونس متاعي كتاجر عطور، راه العطر هذايا ما يصلحش للشراء العامياني خاطر ريحتو سبيسيال شوي. او كتستيو قولوا لي شنو رايكم، انا جلوبالمون راه باهي. متنساش باش تخلي لايك وباش تشارك في القناه كان جديد، وكان عندك كيستيون حط لي دون لي كومونتير وخليها فافوري لعلى تستحق. وكان تحب تكونتاكتيني هذا الواتساب وهذه الباج متاعي، مرحبا بكم الناس الكل.